السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف حاجة حلوة في شات جي بي تي، ان انا ممكن دلوقتي ارفع صورة واقول له اوصف لي الصورة دي، الصورة تكون معمولة بالذكاء الاصطناعي، واقول له صفها لي عشان انا عايز اعمل صورة زيها. فخلينا كده نشوف اخر صورة عملناها بالذكاء الاصطناعي، مثلا ديت. دي كنت طلبت من ديل ايه يعمل لي فراشة، فهو عملها لي بالشكل دوت. هقول له بقى ايه، جيف مي جود درومت فور ذيس ايمج، وقول له انتر. هو بقى يكتب لي وصف، اقدر ان انا اروح لاي برنامج من البرامج اقول له اعمل لي الصورة ديت. تمام، خلينا مثلا نروح ليوناردو. AI اهوت، وهنديله برومت ونشوف هيعمل لنا الصورة ازاي. رحنا لجيميناي وادينا له التكست، وهنبدأ نشوف الصورة اللي هو هيعملها. تمام، زي ما انت شايف وصف دقيق للصورة. طبعا انت ممكن تعدل الخصائص اللي هنا. تمام، ممكن تقول له عايزة مثلا انمي، عايزة مثلا جرافيك ديزاين، وهكذا عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها. بص، فعلا عمل لي الصورة اللي انا طلبتها منه، يعني الصورة دي الوصف الدقيق خلاه فعلا يجيب لي صورة، 4 صور، كل الصور قريبة، تقدر تختار اي صورة فيهم. تمام، مثلا ديت، وتقول لها داونلود، تقدر تاخد كوبي، تقدر تخليها تبقى اب سكيلر. فدي فكره كويسه جدا، اي صوره عندك ومش عارف توصفها اديها لشات جي بي تي وقول له اوصفها لي، او اديني البرومت اللي موجود، فهو يوصفها لك بشكل دقيق، تقدر تستخدمه بحيث تولد صور قريبه من الصوره اللي عجبتك.